أما على مستوى السلع فقد سيطر اللون الأخضر على أسعار الطاقة والمعادن النفيسة وسط انخفاض في العملات الرقمية، وارتفعت أسعار النفط بنسبة بلغت 1%.50 ليسجل سعر العقود الفورية لخام برنت 95.84 دولار للبرميل الواحد. وتتجه أسعار النفط لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل مارس مدفوعة بقرار أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج. وتعتزم أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار 2 مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر في المقبل. قال وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان إن مقدار الخفض الحقيقي من المرجح أن يتراوح بين 1 مليون و100 ألف برميل، لأن بعض الأعضاء يضخون أقل بكثير من حصصهم بالفعل. فيما أكدت روسيا هذا الأسبوع أيضا أنها لن تبيع النفط للدول التي تتبنى سقفا للأسعار، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات. أما على مستوى المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، ليهبط سعر المعدن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.15% عند 1718 دولارا للأوقية. تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية، لكنها تتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس. على صعيد العملات الرقمية، فقد سجلت خسائر جماعية اليوم، وهبطت عملة البيتكوين بنسبة بلغت 1.18% لتغلق عند مستوى 20 ألف دولار. وانخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة مع ترقب صدور بيانات التوظيف في الولايات المتحدة لها، لما لها من تأثير على قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن أسعار الفائدة.